انا هحتاج بقى للكريم المرطب، وانا هنا هستخدم كريم جلايسوليد، وكريم جلايسوليد ده من اروع الكريمات المفيده جدا للبشره، لانه بيكون غني جدا بالجليسرين اللي بيرطب البشره بشكل مضاعف، وفي نفس الوقت بيفتح البشره، لان الجليسرين بيقضي تماما على البقع البنيه الداكنه والتصبغات الجلديه حتى لو بقالها مده طويله جدا. يبقى انا كده هستخدم كريم جلايسوليد، هيكون كريم مرطب ومفتح في نفس الوقت. لعمل الوصفه بقى انا هحتاج لمعلقه من كريم جلايسوليد. هجيب بقى كده طبق وابتدي بقى اضيف فيه معلقه كده من كريم جلايسوليد. انا هحتاج لمعلقه من الفازلين، ولو مش حابه انك تستخدمي الفازلين ممكن تستبدليها بمعلقه من زبده الشيا. هضيف بقى دلوقتي المكون التاني على معلقه كريم الجلايسوليد، وهو معلقه كده من الفازلين بالشكل ده. المكون اللي هضيفه بعد كده هتكون معلقه من زيت اللوز المر، وزيت اللوز المر ده من افضل الزيوت اللي بتفتح بشره الجسم جدا. هضيف بقى دلوقتي على باقي المكونات معلقه كده من زيت اللوز المر. انا هحتاج لماء الورد، وماء الورد بيفتح البشره جدا وبيرطبها وبيعالج التهابات الجلد وبيقضي تماما على حب الشباب، ويعتبر واقي طبيعي من الشمس، كمان تقدري تستخدميه كتونر طبيعي للبشره. انا هضيف بقى على باقي المكونات معلقه صغيره من ماء الورد. انا هحتاج للعرق سوس، والعرق سوس ده بيوحد لون البشره وبيعالج الفطريات والبثور وبيفتح البشره جدا وبيرطبها، وبيكون علاج فعال لجفاف الجلد وبيزيل البقع الداكنه وحب الشباب، وبيحمي بشرتك من اشعه الشمس الضاره، كمان بيقلل تهيج واحمرار الجلد، وبيكون مضاد للالتهابات، وبيكون علاج فعال لبعض الامراض الجلديه، كمان هو بيجدد الخلايا وبيقوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعه. العرق سوس ده بيكون كنز من الفوائد لبشرتك. انا باخد كميه صغيره من العرق سوس حوالي معلقتين، وبطحنها في مطحنه التوابل لغايه ما تنعم كويس جدا وتبقى زي البودره، وبعد كده بنخلها بمصفى سلك تكون ضيقه عشان انا عايزاها تبقى ناعمه جدا، وده بيكون بقى شكل العرق سوس بعد ما طحنته ونخلته، لازم يبقى ناعم بالشكل ده. انا هاخد بقى من بودره العرق سوس بعد ما جهزتها مقدار نص معلقه صغيره. شوف بقى دلوقتي اخر مكون عندي في الوصفه هو نص معلقه صغيره كده من بودره العرق سوس. هبتدي بقى دلوقتي اخلط كل المكونات دي مع بعض لغايه ما تنعم كويس جدا وتبقى خليط متجانس ويبقى قوامها كريمي. اخلطها بقى كويس. ده بيكون بقى شكل المكونات بعد ما خلطتها كويس جدا مع بعض. شايفين بقى قوامها زي الكريم ازاي واندمجت كويس جدا. اخر اضافه بقى هضيفها عندي على الخلطه، ودي بتكون اختياريه، يعني لو مش متوفره عندك او لو مش حابه انك تضيفيها ممكن تستغني عنها عادي. هي هتكون حاجه بسيطه جدا كده من الكركم، بس الكركم ده بيكون من الحاجات الفعالة جدا في تفتيح وتبييض البشرة، لأنه بيعتبر البديل الآمن والأرخص لكريمات التفتيح الغالية جدا، كمان بيكون مضاد للبكتيريا والجراثيم وبيكون منظف هائل للبشرة. أنا بضيف بقى حاجة بسيطة جدا كده من الكركم. هضيف بقى دلوقتي كده الكركم وأخلطه مع باقي المكونات، وده بيكون بقى الشكل النهائي للخلطة بعد ما خلطت معاها الكركم. شايفين بقى قوامها كريمية وحلوة جدا، نتيجتها هايلة كمان زي ما احنا شايفين، ما ضفتش كمية كبيرة من الكركم. وده بيكون بقى الشكل النهائي للخلطة. الخلطة دي بحتفظ بيها في علبة تكون نظيفة، بقفل بقى عليها العلبة واحتفظ بيها عادي خارج التلاجة، بتفضل صالحة للاستخدام لغاية ما بتخلص الكمية كلها، ومدة صلاحية الخلطة دي بتكون تابعة لمدة صلاحية المكونات اللي احنا استخدمناها في عملها. كل ما كانت مدة صلاحية المكونات جديدة ولسه طويلة، كل ما هتكون مدة صلاحية الخلطة دي كمان طويلة معاكي. بس لو انت بقى حبيتي انك تعملي كمية كبيرة، او لو كان الجو حار يفضل انت تحفظيها في التلاجة عشان تحافظي على مدة صلاحيتها لأطول فترة ممكنة، بس انا بفضل انت تعملي كمية صغيرة وبعد كده تجدديها، ده بيكون افضل عشان تحافظي على فعالية المكونات. نيجي بقى لطريقة استخدام الوصفة. الوصفة دي ضروري جدا قبل ما تستخدميها على البشرة ان انت تعملي خطوة مهمة جدا، وهي خطوة التقشير. خطوة التقشير دي بتكون خطوة أولى عشان تهيئ المنطقة دي انها تستفيد كويس جدا بالوصفة دي، وكمان الوصفة تكون فعالة وتدي نتائج سريعة. تقدري بقى انك تستخدمي مقشر يكون خفيف بما ان المنطقة دي بتكون حساسة، وافضل مقشر بقى انا بفضله هو بيكون بواقي القهوة او الترسبات اللي بتفضل في فنجان القهوة بعد ما بنشربه. الترسبات دي بنجمعها في برطمان وبنحطها في التلاجة لغاية ما بنحتاجها. بتبللي بقى المنطقه دي في الاول بالميه، وبعد كده بتاخدي بواقي القهوه او الترسبات دي بايديكي وتفركي بقى المنطقه دي بحركات دائريه تكون خفيفه جدا. تفضلي بقى تعملي الحركه دي لمده دقيقه او دقيقتين،
وبعد كده بتغسلي المنطقة دي في الأول بالمية الدافية وبعد كده بالمية الباردة. هتلاحظي بقى انك بعد ما بتغسلي المنطقة دي انها بقت ناعمة جدا وكمان افتحت. مقشر بواقي القهوة ده بيكون من أفضل المقشرات للمنطقة الحساسة، بيفتحها جدا، كمان بيقضي على الروائح الغير مستحبة، وكمان بيقضي على الخطوط البيضاء وعلامات التمدد حتى لو موجودة في رجليكي بيقضي عليها تماما. تقدري بقى تعملي مساج خفيف جدا بنفس الطريقة دي، هيخلصك من علامات التمدد في وقت سريع جدا. بعد بقى ما بتعملي خطوة التقشير وبتجففي المنطقة دي كويس، هتاخدي بقى جزء صغير من الخلطة دي وتفرديه على منطقة المهبل والشفرتين وبين الفخذين، طبعا استخدام بيكون خارجي بس، وتدلكي بقى بأطراف أصابع ايديكي لغاية ما بتتشربي البشرة تماما، وتحطي كمية صغيرة عشان بشرتك تتشربه كويس جدا. هتسيبيه بقى على البشرة من بالليل لغاية الصبح، فيكون أفضل وقت لاستخدامه هو بالليل قبل النوم. في الصبح بقى لو حسيتي انك متضايقه منه ممكن تغسلي المنطقه دي في الاول بالميه الدافيه وبعد كده بالميه البارده، لكن لو ما حسيتيش باي تاثير هتسيبيه بقى عادي بدون غسل. هتداومي بقى على استخدام الوصفه دي كل يوم بالليل قبل النوم بنفس الطريقه دي، لكن خطوه التقشير دي مش هتعمليها غير مرتين بس في الاسبوع. مع المداومه بقى والانتظام على استخدام الوصفه دي هتديكي نتائج اكتر من هايله في تبييض وتفتيح الشفرتين والمهبل وبين الفخذين، هتديكي نتائج مبهره. كمان هتعطر المناطق دي جدا لانها بتكون مضاده للبكتيريا والفطريات. الخلطه دي كمان تقدري تستخدميها في منطقه الاكواع او الركب او اي منطقه تكون داكنه في الجسم، نتائجها بتكون فعاله جدا في تفتيح وترطيب اي منطقه داكنه في الجسم، كمان نتائجها بتكون سريعه. الوصفه دي بتكون كل مكوناتها طبيعيه وامنه جدا في الاستخدام ونتائجها اكتر من هايله، بما انك هتستخدميها للمنطقه الحساسه فكل مكوناتها هتكون امنه جدا في الاستخدام، لانها بتحتوي على مكون بيكون جبار في تفتيح البشره هو العرق السوس. العرق السوس ده بيستخدم في كريمات التفتيح الغاليه جدا وبيكون من افضل المكونات اللي بتفتح البشره بشكل سريع، كمان بيكون مضاد للجراثيم وللبكتيريا، يعني الوصفه دي هتكون مبيض ومعقم في نفس الوقت. المكون الرئيسي عندي في الوصفه هيكون بودره الاطفال او بودره التلك، والبودرة دي بتكون متعددة الاستخدامات والمزايا للبشرة. البودرة دي بتفتح البشرة جدا وخاصة الأماكن الداكنة، كمان هي بتنعم البشرة جدا وبتديها ملمس ناعم زي بشرة الأطفال. تقدري إنك تستخدمي بودرة الأطفال كبديل لمزالات العرق لأنها بتتشرب العرق تماما من على البشرة، وكمان بتخلصك من الروائح الكريهة للعرق، وبتتشرب تماما أي إفرازات دهنية تكون موجودة على البشرة. أنا هحتاج بقى لمعلقتين من بودرة الأطفال، وده هيكون أول مكون عندي في الوصفة. هضيف بقى دلوقتي في الطبقة دي أول معلقة من بودرة الأطفال ودي المعلقة التانية. تاني مكون عندي في الوصفة هيكون زيت الورد، وزيت الورد بيفتح البشرة جدا وبيخلصك من التصبغات الجلدية والبقع البنية الداكنة، كمان هو بيعطر الوصفة، وزيت الورد يعتبر من أروع الزيوت اللي بتفتح البشرة وبيكون آمن جدا في الاستخدام، وخاصة في الاستخدام للمنطقة الحساسة، ده من أنسب الزيوت لتفتيح المنطقة الحساسة. حتى انت لو مش حابه انك تستخدمي اي وصفه ممكن تستخدمي زيت الورد كدهان يومي للمنطقه الحساسه، هيفتحها جدا وكمان هيعطرها. هضيف بقى 3 معالق من زيت الورد على معلقتين بودره الاطفال. هبتدي بقى اضيف كده حوالي 3 معالق من زيت الورد. وهحتاج لمعلقه واحده من زيت الزيتون، ويفضل ان هو يكون زيت الزيتون البكر، ده بيكون مفيد جدا للبشره. هضيف بقى دلوقتي معلقة زيت الزيتون. هبتدي بقى دلوقتي في خلط كل المكونات دي مع بعض لغاية ما تتجانس كويس جدا. هخلطها بقى لغاية ما تندمج مع بعض. ده بيكون بقى شكل المكونات بعد ما خلطتها كويس جدا وبقت زي العجينة الناعمة كده. كده خلاص الوصفة بتكون جاهزة. طبعا انت لو حابه انك تعملي كميه كبيره من الوصفه دي ممكن تعملي عادي جدا، لان هي بتفضل صالحه لمده طويله، بس بشرط انك تضعفي كل المكونات مع بعض بنفس النسب، يعني لكل معلقتين من بودره الاطفال هتضيفي 3 معالق من زيت الورد ومعلقه من زيت الزيتون. وده بيكون بقى الشكل النهائي للوصفه كده، لازم يكون قوامها كريمي وناعم بالشكل ده. لو كانت متماسكه معاكي تقدري تضيفي شويه صغيرين من زيت الزيتون بالتدريج وتقلبي لغايه ما بيبقى قوامها ناعم بالشكل ده. هجيب بقى دلوقتي علبة انا غسلتها كويس جدا ونشفتها وهبتدي اضيف فيها الوصفة. وده
ده بيكون بقى الشكل النهائي للوصفة. بقفل بقى عليها البرطمان واقدر احتفظ بيها خارج التلاجة عادي، بتفضل صالحة للاستخدام لغاية ما بتخلص الكمية كلها. طريقة استخدام الوصفة، الوصفة دي بستخدمها على بشرة تكون نظيفة، يعني يفضل ان انا اغسل المنطقة الحساسة في الاول كويس جدا وبعد كده بنشفها من اي مية تكون موجودة فيها. بعد كده بقى باخد من الوصفة دي واحطها على المنطقة الحساسة، وممكن برضو تحطيها على منطقة بين الفخذين والدليكية لغاية ما تتشربها البشرة تماما. الوصفة دي بتكون ناعمة جدا فالبشرة بتتشربها بكل سهولة. هتسيبيها بقى على المنطقة الحساسة وبين الفخذين من بالليل لغاية الصبح. لو حابة انك تغسليها الصبح ممكن تغسليها بالمية الدافية بس، لكن لو مش حابة ممكن تسيبيها عادي، البشرة بتتشربها عادي جدا ما بيبقاش ليها اي اثر على البشرة. هتداومي بقى على استخدام الوصفة دي بشكل يومي، تدهن للمنطقة الحساسة كل يوم قبل النوم مباشرة، وفي خلال 3 ايام بإذن الله هتديك نتيجة مبهرة. الوصفة دي بتفتح المنطقة الحساسة جدا وكمان بتعطرها وبتخلصك من اي روائح كريهة، كمان هي بتخلصك من اي رطوبة تكون موجودة في المنطقة دي وبتخليها جافة تماما. اهم ميزة في الوصفة دي ان العطر المستخدم فيها بيكون عطر طبيعي، هو زيت الورد، بيكون امن جدا في الاستخدام على المنطقة الحساسة. وطبعا المنطقة الحساسة دي بتكون محتاجة عناية خاصة، مينفعش يستخدم فيها اي معطرات لانها هتسبب تهيج للجلد وحك. فانت كده هتكوني فتحت المنطقة الحساسة وفي نفس الوقت عطرتيها بطريقة امنة جدا وطبيعية. وتقدري طبعا انك تستخدمي الوصفه دي في تفتيح اي منطقه غامقه في الجسم، مش بس المنطقه الحساسه، هي بتفتح منطقه الركب والاكواع واي منطقه غامقه في الجسم هتفتحها بطريقه امنه جدا. الوصفه دي بتكون فعاله جدا ونتيجه هايله، وهتلاحظيها ان شاء الله في خلال وقت قصير جدا هتلاحظي التفتيح. واهم مميزاتها كمان ان انت هتفتحي المنطقه دي وكمان هتعطريها بطريقه امنه جدا على البشره، مش هتسبب اي تهيج للبشره في المنطقه الحساسه او الحكه. اتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهارده عجبتكم، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.